نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فاتقوا الله عز وجل أيها المسلمون، وتفكروا في أحوالكم، واشكروا نعم الله عليكم، فإنكم بذلك مأمورون، وعلى إحسانكم مجزيون. يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال السعدي رحمه الله: الله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله. أيها المسلمون، ها هو فصل الشتاء قد حل بنا، وتنزل برده، وطال ليله، وقصر نهاره، وللمؤمن مع الشتاء أحوال وأحكام ووقفات، إذ هو يتفاعل مع التغيرات الكونية والأحوال المناخية بهدي القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيتحقق بذلك إيمانه، ويزداد يقينه، وتقوى صلته بالله عز وجل. فإن تقلب الأحوال الكونية من صيف وشتاء، وليل ونهار، وجفاف وأمطار، وسكون ورياح، وما يحصل من هذه التغيرات من منافع لا يعلمها إلا الله، الذي جعلها آية للمتفكرين مما يعزز إيمانهم بأن الله عز وجل هو خالق الكون ومدبره. قال عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فإذا تدبر المؤمن في ذلك الكون، وتأمل في تغير الأحوال وتصاريف الأقدار، ذكر الله عز وجل وسبح بحمده. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يقول الشاعر: فوا عجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. عباد الله، والشتاء لنا معه عدة وقفات ينبغي علينا أن نقف عندها ونعمل بمقتضاها. أما الوقفة الأولى، ينبغي أن نعلم بأن الشتاء فرصة خير، وفضله كبير لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، ولهذا ينبغي أن نغتنم أوقاته بفعل الطاعات، بصيام ما تيسر من نهاره، وقيام ما تيسر من ليله. فقد كان السلف رحمهم الله يستغلون أوقات الشتاء بالأعمال الصالحة. وقد جاء في الأثر: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه،
وقصر نهاره فصامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن يحيى بن معاذ قال: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بأثامك. قال أهل العلم: وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن، لأن المؤمن يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات. قال عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: وماذا يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. قال ابن رجب رحمه الله: معنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن يأخذ النفس يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم. قال الحسن رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فاللهم وفقنا لطاعتك وعبادتك، وجنبنا معصيتك، وأجرنا من عذابك وسخطك. أما الوقفة الثانية، ينبغي علينا أن نستعد استعدادا كافيا لمقابلة فصل الشتاء، وذلك بلبس الملابس الواقية من البرد وشدته، فيوفر المسلم الملبس لنفسه ولأهل بيته، خصوصا كبار السن والصغار، تجنبا للأذى وحماية من المرض المهلك. قال ابن رجب رحمه الله: روى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وإنما كان يكتب عمر إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه، فكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن له عهد بالبرد، أن يتأذى ببرد الشام. وذلك من تمام نصحه وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه. أما الوقفة الثالثة، ينبغي أن نعلم بأن نزول المطر إنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته، وليس للنجوم والكواكب دور في نزوله. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أما الوقفة الرابعة، يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يكشف عن شيء من بدنه ليصيبه المطر اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوجه إلى الخالق الرازق المعبود بالدعاء، لأن الدعاء وقت نزول المطر من أسباب الإجابة. ويقول المسلم عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول في الدعاء: اللهم صيبا نافعا. وإذا ما هبت الرياح فاسأل الله عز وجل من خيرها، واستعذ بالله عز وجل من شرها، اقتداء بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. وكذلك عند سماع الرعد يسن للمسلم أن يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده
والملائكة من خيفته. أما الوقفة الخامسة ومن الأحكام الشرعية والآداب النبوية التي ينبغي للمؤمن أن يتحراها لتكمل عبادته ويتم له أجره وثوابه، إسباغ الوضوء وإتمامه وقت المكاره. لأن بعض الناس لشدة البرودة يجد مشقة في وضوئه وإتمامه، وذلك بسبب برودة الماء وعدم وجود الإمكانيات لتسخينه وتدفئته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إسباغ الوضوء وإتمامه مع وجود هذه المشقة مما يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال السيوطي رحمه الله: إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره كشدة البرد. فالمكاره يا عباد الله تكون بشدة البرد أو شدة الحر أو الألم، فيحتسب المسلم تلك الشدة وهو يتوضأ بأنها من مكفرات الخطايا ورافعات الدرجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سماحة الإسلام ويسره تشريع رخص فيها رفع للحرج والمشقة عن الأمة وبأفرادها ومجتمعاتها. ففي الشتاء يرخص للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين في الحدث الأصغر درءا للمشقة والبرد، وذلك إذا لبسهما على طهارة وكان يغطيان الرجل والكعبين، يمسح أعلاهما دون أسفل القدم، ويمسح مرة واحدة، وتكون مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ مدة المسح من أول مسح عليهما على الصحيح. كما يرخص للمسلمين الجمع بين الصلوات وقت اشتداد الرياح والبرودة والأمطار، وإن حدثت مشقة في الاجتماع للصلاة جاز للمرء أن يصلي في بيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم. وإن كان الأمر ميسرا في زماننا ولله الحمد، فالطرق معبدة والمراكب والسيارات متوفرة والمساجد قريبة، ولكن هذا من يسر الإسلام وسماحته. والرخصة يا عباد الله سعة وتسهيل، والمسلم في ذلك يتحرى الوسطية فلا يتساهل بالأخذ بها ويخرج الصلاة عن وقتها دون تحقق لمبررات الرخصة، ولا يتشدد تشددا يسبب به المشقة على المسلمين. الوقفة السابعة عباد الله: إننا اليوم نعيش فصل الشتاء، وقد توفر لنا كل ما نحتاجه من وسائل التدفئة وأسبابها، مما يجعلنا قد لا نشعر بكثير من مشقته وضره ولساعته، ولله الحمد والمنة. ولكن يا عباد الله، يعيش معنا في مقابل ذلك إخوان لنا قد أهلكتهم الحاجة، فهم يفتقدون إلى الطعام واللباس والدفء وراحة البال، فليس لهم طعام يغذيهم ولا لباس يدفئهم ويواريهم، ولا مسكن يؤويهم، وتزداد حاجتهم في فصل الشتاء.
ألا فاتقوا الله وتفقدوا إخوانكم وقدموا لأنفسكم وابدأوا بأقاربكم وذوي أرحامكم ثم جيرانكم وأهل بلدكم ثم الأقرب فالأقرب وقدموا لهم يد المساعدة ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول الشاعر أتدري كيف جارك يا ابن أمي يهدهده من الفقر العناء وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء يجوب الأرض من حي لحي ولا أرض تقيه ولا سماء. معاذ الله أن ترضى بهذا وطفل الجيل يصرعه الشقاء أتلقاني وبي عوز وضيق ولا تحنو فمن أين الحياء. أخي في الله لا تجرح شعوري ألا يكفيك ما جرح الشتاء. الوقفة الثامنة تذكروا أيها المسلمون في أيام البرد والشتاء وأنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين تنعمون بالدفء والراحة والسكينة تذكروا إخوانكم يسهرون على حماية البلاد وحراسة حدودها من الأعداء وتذكروا رجال الأمن وما يقومون به من جهود حفظا للأمن وتحقيقا للأمان وهم في ذلك يواجهون مشقة الشتاء وبرد الأجواء ومضرة الأعداء وتذكروا رجال الحماية والإنقاذ وما يقومون به من جهود من أجل إنقاذ الناس من المهالك ويكثر خروجهم في فصل الشتاء لكثرة الحوادث على اختلافها فهؤلاء حقهم علينا الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه وأن يبارك في أعمالهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. الوقفة التاسعة إن اشتداد البرد هذه الأيام يذكرنا بزمهرير جهنم. قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فهو من نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم فكلما وجد المرء لسعة البرد تذكر جهنم وزمهريرها فاستعاذ العبد من شرها. فلا يردك أيها المسلم البرد ولا يمنعك من فعل الطاعة بل عليك بالمجاهدة وأسبغ وضوءك وأقم صلاتك وحافظ عليها في وقتها وفي المسجد مع جماعة المسلمين حتى تنال ثوابك ويرفع الله عز وجل مقامك وتكون ممن قال الله عز وجل فيهم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.